أهلا فيكم برج الدلو. من بداية الشهر أو من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر، طبعا القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس. يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الدلو ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك. طبعا مثل دائما القراءة عامة، يعني مش رح تنطبق على الجميع، ولكن في إشي ممكن تستفيد منه بالفيديو، رسالة أو إشي معين ممكن يفيدك أو يخدمك في موقفك. فخذ من الفيديو أو من القراءة الإشي اللي بتحسه بيفيدك وبيخدمك، واترك الباقي لأنه الطاقات بتختلف، يعني مش رح تنطبق على الجميع. رح نبلش أول بطاقتك أنت، وبعدين رح ننتقل إلى طاقة الشريك وخطواتكم في المستقبل، مصير العلاقة بينكم أيضا في المستقبل. بدنا نبلش أول بطاقتك أنت أو بكروت النصيحة لإلك أنت يا برج الدلو. بيحكي لك التواصل اللي بينك وبين الشخص اللي عم تتعامل معه بيتطلب الوقت أو بيحتاج وقت، فبدك تسمح إنه يكون في مجال بينكم تتعرفوا على بعض، تحكوا مع بعض أكثر، تفهموا مع بعض أكثر. simple acts of kindness، ما تكون كتير صارم وقاسي مع هالشخص أو كتير جاف وبارد مع هالشخص، لأنه مبين إنه أنت حتى إذا حسيت بأي مشاعر تجاه هالشخص عم تكتم، عم تخبيها. في عندك فرصة جديدة مع هالشخص، أو راح يكون في فرصة جديدة مع هالشخص لحتى تناقشوا أمور ما ناقشتوها من قبل، تتعرفوا على بعض أكتر. في معلومات جديدة راح تظهر لإلك يا برج الدلو، أو راح تكتشف إشي جديدة راح تتطلب منك إنه تنظر إلى تفاصيلها أكتر. بدك تحاول تدقق على التفاصيل، سواء كان بمجال العمل أو سواء كان بمجال العاطفة، بدك تنتبه وتركز على التفاصيل أكتر. أيضا الأشياء، اهتماماتك والهوبيز تبعتك، مش غلط إنك تشاركها مع الآخرين، لأنه ممكن يكون في نظرة من عندهم، أو ممكن في تكون إضافة من عندهم ممكن تساعدك في إنك تحقق طموحاتك أو الأشياء اللي بتتمناها، سواء كان بالمجال العاطفي أو بالعملي. عم شوفك أيضا عم تتبع حاليا باشن أو شغف أو فكرة معينة أنت بدك إياها، بتحس إنه بتخدمك بطريقك بحياتك، إشي كتير تنربط معه أو بتحس إنك كتير منجذب لإله. يعني أغلب الأوراق اللي هون طلعت عندي أغلبها مادية، فمبين إنك مركز أكتر على العمل حاليا، وممكن تكون خليت الوضع بينك أو التواصل بينك وبين هالشخص on hold أو في وقت مستقطع، ما عم شوف فيه كتير تواصل مع هالشخص. هذا كان بالنسبة لكروت النصيحة. بدنا نشوف طاقتك أنت حاليا يا برج الدلو. مبين إنه أنت في عندك حكي بدك تحكي لشخص، أو كتير عم تفكر أنت بطاقتك حاليا، لأنه الأوراق اللي طلعت عندك جميعها هوائية. فأنت حاليا بطاقتك عم تبحث إلى بداية جديدة، ممكن عم تكون عم تبحث إلى فرصة أخرى، بدك تحكي مع شخص، وبدك تحكي مع شخص العلاقة بينكم سببت لك جرح، ممكن تكون مجروح بسبب بعدك أيضا عن هالشخص، وفي إشي بدك تحكيه لإله، لأنه communication
ممكن يكون أيضا التواصل بينكم لأنه متوقف، هو اللي عم يسبب لك ألم هون، أو هو اللي عم أنت زعلان ومتحير من أمره، لأنه أفكارك واضحة جدا. اللي بتريده مبين إنه كتير واضح اللي بتريده، ولكن التواصل بينك وبين هالشخص صعب، وهذا عم يسبب لك حاليا جرح، أو زعلان من هالإشي، زعلان من إنه التواصل مش مثل ما كان في الماضي بينك وبين هالشخص، انقطع أو خف كتير عن الماضي. بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك، عم شوف إنه الحبيب في كونفليكت بمشاعره الداخلية، يعني هالشخص متضارب بمشاعره الداخلية، لأنه عنده مشاعر كتير فياضة، ولكن بغير توجيه أو بدون توجيه، أو ما إلها دايركشن أو خط معين. يعني هالشخص ممكن يكون أيضا اللي عم تتعامل معه برج مائي. للبعض منكم الأبراج اللي ممكن تتعاملوا معها برج مائي، فهالشخص كتير حساس، أنت بتحس إنه كتير حساس، وكتير في عنده مشاعر، وبتحسه شخص كتير عميق، وهو بالفعل عنده مشاعر. عم شوف هون يعني شخص emotionally mature، عاطفيا أيضا هالشخص ناضج، وما بيحب الكذب، ما بي يعني اللي بيحس فيه بيحكيه على طول، ولكن طبيعة مشاعره هون كتير متضاربة مع بعضها، لأنه ما في direction. ممكن أيضا الشخص اللي عم تتعامل معه يكون في عنده عدة اختيارات، عدة أشخاص في حياته، عدة عروض حب عم تقدم لها الشخص، وهو مش عارف أي وحدة يختار منهم. ف ايموشنلي او عاطفيا الشخص اللي عم تتعامل معه حاليا ضائع، عم شوف، لأنه في عنده كتير اختيارات، كتير مشوش عاطفيا، وهالإشي عم يسبب له تضارب نفسي في جوا نفسه. انت طاقتك تكون مبين انه كتير واضحة، ولكن هو كتير ملخبطة، كتير طاقته ملخبطة. أيضا ممكن إذا ممكن أيضا الشخص بيحس إنه هو إذا كنت أنت محوط بعدة أشخاص، ممكن يحس أيضا إنه في منافسة، أو بيحس إنه ما بده يقوم بها المنافسة مع الأشخاص اللي حواليك. يعني إذا في عندك أنت برج الدلو، إذا في عندك إكس، أو إذا في عندك أصدقاء عدة بحياتك حاليا أنت محوط فيهم، هالشخص بيحس إنه عندك عدة اختيارات، وهو خايف إنه يظهر أو يبين مشاعره، لأنه أولا بيحس إنه ما بده يتنافس من أجل حبك، لأنه عرضه صادق، فهو بيخاف إنه يستثمر بالعلاقة، وبالأخير انت يعني يكون في عندك عدة اختيارات وتختار شخص اخر، او تختار اشي اخر. ولكن عم شوف انت عم تطلع عليه، عم تراقبه من بعيد، عم تدرسه من بعيد، عم شوف طاقتك انت اهدى من طاقته، او متوازنة اكتر من طاقته، ولكن بعمق المشاعر هالشخص مشاعره ممكن أعمق تجاهك من ما أنت مشاعرك أعمق تجاهه بصراحة، لأنه أنت عندك سيوف طلعت أوراق عقلية، ولكن هو أوراقه عاطفية. فحتى إذا في بينكم تضارب، أو مش عم تتفاهموا مع بعض، مش عم تحكوا مع بعض، إلا أنه هالشخص كتير عاطفي، وكتير بيفكر بعاطفته ومشاعره. بالنسبة لخطواتك في المستقبل، برج الجدي، عم شوفك
عم تبعد عن إشي معين، ممكن عم تبعد عن علاقة قديمة، ممكن عم تبعد عن شخص قديم، أو ممكن عم تبعد عن هالعلاقة لأنه، أو راح تبعد عن هالعلاقة لأنه طاقة مستقبلية، لأنه بتحس إنه وصلت إلى dead end أو إلى طريق مسدود. مسدود، صعب عليك إنه أنت عم تشوف إنه ما في حل، عم تحاول توجد حل للمشكلة اللي عم تواجهكم أنت والحبيب، ولكن مش عم توجد لإلها حل. فأفضل طريق أنت بتشوفه أو أفضل حل أنت بتشوفه إنك تسحب حالك من الموضوع، أو تختار الصمت، أو تبعد، أو تنسحب شوي من العلاقة، إلى إنك عم تحاول روحانيا to manifest the person، عم تحاول تجذب هالشخص لحياتك روحانيا، عم شوف، أو عم تحاول ممكن تجذب شخص آخر بيختلف من شخص إلى آخر، لأنه في عندك the magician، فأنت عم تستخدم هالطاقة لحتى تجذب شخص معين بحياتك. أيضا عم شوفك عم شوفك باني سور حول حالك، إلى إنك بتحبه، بس بسبب الجرح اللي سبب لك التواصل حاليا أو في المستقبل رح تكون منغلق على حالك، لأنه عم شوفك تضررت بالفعل. ممكن أنت تكون متضرر منش من هالشخص، ممكن يكون هالشخص جديد، شخص جديد في حياتك، وهالجرح من علاقة قديمة وما زبطت معك، أو علاقة قديمة فشلت، ومشان هيك أنت كتير guarded، كتير محافظ، كتير متحفظ، كتير باني حواجز حول مشاعرك. فبالمستقبل لسه عم شوفك متحفظ بمشاعرك، أوراقك ولا ورقة منها طلعت فيها كبس أو فيها مشاعر أو فيها عاطفية، وأغلب أوراقه الشخص عاطفية. بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل، الشخص اللي عم تتعامل معه شخص بيركز على التفاصيل الصغيرة كتير، يعني ممكن بيركز على حكيك، أي إشي أنت ممكن تحكيه كاجوال أو ممكن تحكيه بعفوية، هالشخص بيركز عليه كتير، ولكن في عنده تفاني بالعمل، بمعنى انه في عنده تفاني بالعلاقة، ومستعد انه بخطواته بالمستقبل عم شوفه مستعد انه يبذل مجهود بشأن هالعلاقة.